السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رجعت لكم اليوم يا مشتركيني بفيديو جديد، وفيديونا اليوم كما راكم تشوفوا وصفة طبخ هذه المرة، ووصفتنا اليوم هي طاجين كفتة بصلصة الطماطم بطريقة سهلة وبمقادير سهلة أيضا وبطريقة مبسطة أيضا. إن شاء الله نتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب قبل ما تشاهدوا الفيديو. نبدأ إن شاء الله في تحضير الوصفة، وكما راكم تشوفوا في الفيديو المقادير هي عندنا 750 غرام من اللحم المفروم، وتقدروا تزيدوا الكمية أو تنقصوها حسب الرغبة. عندنا 3 حبات طماطم مقطعة إلى مربعات، عندنا حبة بصل مقطعة أيضا إلى مربعات، وعندنا القليل من المعدنوس مقطع. التوابل هي كالتالي: عندنا ملعقة من الكمون، ملعقة من الملح، وملعقة من الإبزار، ملعقة صغيرة أيضا من الفلفل الأحمر، وملعقة من الزنجبيل، ونصف كأس صغير خليط من زيت المائدة وزيت الزيتون وكأس ماء. أولا نأخذ البصل مقطع إلى مكعبات صغيرة، نضعه في الطاجين ونضيف القليل من الزيت ونتركه فوق النار يتقلى. عندما يتقلى نضيف عليه المكعبات المقطعة من الطماطم كما تشاهدون، ونخلط البصل مع الطماطم. نأخذ ملعقتين من الطماطم المصبرة ونخلطها مع القليل من الماء، ثم نسكبها فوق طاجين البصل مع الطماطم المقطعين ونخلط الجميع مع بعض. بعدها نضيف نصف الكمية من المعدنوس المقطع فوق الطاجين، ونضع جميع التوابل التي ذكرت سابقا فوق هذا الطاجين، ونخلط الجميع المكونات. نضيف إلى اللحم المفروم كمية المعدنوس المتبقية ونفس التوابل التي أضيفت إلى الطاجين، ونخلط جميع المكونات مع بعض كما تشاهدون في الصورة. بعد مزج جميع المكونات مع بعض نشكل كوريات من اللحم ونضيفها إلى الطاجين. نسرقها جانبا تطهى، وهذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين بعد ما طاب. صدقوني واحد المذاق رائع وواحد البنة لا توصف. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفة وتخلوا لي انطباعكم في التعليقات. ان شاء الله تكون نالت الوصفة اعجابكم. ما تنسوش تخلوا لي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك.